في محافظة الأقصر نظمت دار الأرقم لتحفيظ القرآن الكريم وعلومه حفل ختام المعسكر الصيفي لتحفيظ كتاب الله تعالى، وذلك بمشاركة عدد من الأطفال من المراحل السنية المختلفة الذين أتموا حفظ أجزاء من القرآن الكريم وتعلموا علومه المختلفة. تقرير إيمان حسن. إن تعلم القرآن العظيم والقيام بتعليمه وبيان معانيه وأحكامه للناس من أفضل الأعمال ولها، ويحظى متعلمه ومعلمه بالخير والفضل في الدنيا والآخرة. وقد وردت أحاديث كثيرة تحض على تعلم القرآن وتعليمه. من هنا تقوم دار الأرقم بالأقصر لتحفيظ القرآن الكريم وعلومه باستثمار الموسم الصيفي بتحفيظ النشأ القرآن وتعليم الآداب والسلوكيات قويمة لضمان الوصول بهم إلى بر الأمان والسلامة. احنا حاولنا نستغل الأجازة الصيفية السنة دي أفضل استغلال، وهو حفظ القرآن الكريم لتعليم أبنائنا الصغار والكبار، كذلك حفظ القرآن وتدبره وتعلمه. ومش بس اكتفينا بكده، احنا اكتفينا كمان بتعليم الأولاد أشياء جميلة جدا من دين ربنا سبحانه وتعالى، فحاولنا بقدر الإمكان أن إحنا نتدبر بعض السور ونحكي بعض القصص في السيرة النبوية وقصص الصالحين رضوان الله عليهم، وكذلك حفظنا الكثير والكثير من الأحاديث وفهمنا معناها وشرحنا بعض المعلومات المهمة عن العقيدة. طبعا زي ما احنا عارفين أهمية العقيدة بالنسبة للمسلم، فهي أساس علاقة المسلم بربه تبارك وتعالى، وكذلك لم نكتفي بهذا وإنما تطرقنا لبعض الأمور الفقهية والأداب الإسلامية والأخلاقيات التي لابد أن يتصف بها الطفل والإنسان المسلم بشكل عام. النهاردة مع تكريم لأولادنا في المعسكر، انتهاء المعسكر الصيفي، ربنا يزيد ويبارك يا رب إن شاء الله، وأرجو من الله عز وجل ثم من أولياء الأمور إن هم برضو يتابعوا معانا، وما يبقاش بس إحنا مجرد أجازة الصيف ولا الأجازات الصيفية بس اللي إحنا بنحفظ فيها القرآن، لأن الأولاد على مدار السنة لما بيرجعوا تاني لينا في المقارئ بيبقوا نسيوا كل اللي هم حفظوه قبل كده. فإحنا إن شاء الله بإذن الله إحنا ناويين نستمر في المقراءة على الأقل يومين في الأسبوع للأولاد، بحيث إن هم يحافظوا على المحفوظ، ونبدأ حفظ أشياء بسيطة بس يبقى التتابع أكتر للي كان محفوظ قبل كده، لأن هم حتى نفسيا بيحبطوا لما بيرجعوا تاني يبدأوا من الأول تاني. طبعا القرآن سريع في التفلت، لأن إحنا مش بيقدروا حتى أولياء الأمور بيحافظوا عليه، بيهتموا بالجانب الرياضي، بيهتموا بالعلوم المدارس اللي ما فيش مشكلة فيها، لكن كمان إحنا عايزين نهتم بالناحية الدينية الثقافية، لأن احنا عارفين دلوقتي كلنا برضو المدارس شكل المادة الدينية فيها ازاي. فالحمد لله احنا بنحافظ على السلوكيات، على تدبر القرآن، وهو يعني اكتر شيء احنا بنحب نحافظ عليه، ان الطفل او البنت او الفتاة او الأنسة او الام تبقى بتحفظ وهي فاهمة هي بتحفظ ايه. التدبر استفدت منها بحاجات كتير جدا. طبعا اول حاجة وهي حفظي للقرآن الكريم، طبعا انجزنا كم كبير في وقت قصير، يعني انا 3 أجزاء في الشهر، دي حاجه يعني حاجه كبيره ما شاء الله اللهم بارك. يعني استفدت ان انا اتعلمت عن ديني اكتر، حاجات انا ما كنتش عارفاها قبل كده، معلومات عرفتها ما سمعتش عنها قبل كده، احاديث، وخدنا ثواب طبعا، وكلنا بنشكر معلمتنا الاء ربنا يبارك فيها والشيخ محمد حكيم. طبعا عرفنا احاديث وعرفنا في العقيده وعرفنا في اسماء الله الحسنى، عرفنا كمان في حاجات في الدين احنا ما كناش نعرفها قبل كده، عرفنا تفسير ايات مشهوره تدبرنا فيها، وكمان واحنا بنصلي فاحنا بنتدبر فيها قبل ما احنا يعني زادنا خشوع في الصلاه. من محافظه الاقصر ايمان حسن.